علاقات تاريخية وطيدة يحرص قائدهما فخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني وجلالة الملك محمد السادس على توطيدها وتدعيمها. تندرج هذه الزيارة أيضا في سياق مشاورات سياسية بين البلدين التي كما تعلمون نحرص إجراءها باستمرار زميلي ناصر وأنا تطبيقا للمذكرات التي توجد في إطار هذا التشاور السياسي. العلاقات الثنائية بين البلدين متميزة وتتطور باستمرار، ولدينا تعاون نوعي في مختلف المجالات، وقطاعاتنا الحكومية المختلفة تتبادل الزيارات والتنسيق فيما بينها بشكل دائم، وكذلك الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال من البلدين، ولدينا جالية كبيرة في المملكة تتجاوز 10,000 مواطن، كما أن عدد طلابنا الذين يتابعون دراستهم كما أشار ذلك مع الوزير في مختلف الجامعات والمعاهد الحكومية المغربية في ازدياد، وقد تجاوز 3,000 طالب حاليا في المغرب، وهم يحظون بالرعاية والاهتمام والتسهيلات المتعددة، وهي فرصة من أجل نشكر الحكومة والشعب المغربي على استضافة هذه الجالية من الطلاب المهمة. أنا أيضا كوزير للخارجية زرت المملكة المغربية كما أشار إلى ذلك أخي وصديقي 3 مرات، وتعلمون بأن فخامة الرئيس وجلالة الملك كان قد تحدث خلال اتصال هاتفي في دعوات الزيارة، وتم الاتفاق المبدئي بشأنها على أن تحدد لاحقا بالطرق الدبلوماسية، ونحن إن شاء الله سنعمل على تجسيد هذه التوجيهات من فخامة الرئيس وجلالة الملك. ونحن نعمل الآن على ترتيبات انعقاد لجنة المتابعة، وقد تم الرفع من مستوى هذه اللجنة التي باتت تجتمع على مستوى وزراء الخارجية لأول مرة، لأنها كانت في الماضي تجتمع على مستوى الوزراء المندوبين، ولكن الآن أصبحت على مستوى وزراء الخارجية. وكذلك فإن العمل جاري على التحضير لانعقاد الدورة 8 للجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين، والتي يرأسها كل من معالي وزير الأول في بلادنا ورئيس الحكومة بالمملكة المغربية الشقيقة. فهذه المؤشرات جميعها هي التي تظهر حجم ومستوى العلاقات بين البلدين. زيارتي اليوم كذلك كما أشار إلى ذلك أخي وصديقي معالي الوزير ستكون فرصة لوضع الحجر الأساسي للمقر الجديد للسفارة، سفارة موريتانيا وسكن السفير، حيث سيتم تشييد مبنى حديث يوفر لبعثتنا بيئة مناسبة للعمل ويمكنها من مواكبة متطلبات التعاون بين البلدين، وكذلك تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين ومراجعي السفارة على حد سواء. وتشييد هذا المبنى بوسط العاصمة الرباط هو أيضا في بعده الرمزي دلالة على عمق العلاقات بين البلدين وصلابتها. وأشكركم والسلام عليكم.